أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر. هنا أعزائي الطلاب سنقوم بوصف الوحدة الأولى لمادة التربية الإسلامية. تتناول عزيزي الطالب هذه الوحدة موضوعات عدة، منها واجب المسلم اتجاه القرآن الكريم. المسلم يعظم القرآن الكريم لأنه كلام الله تعالى وفيه سعادة الدارين، وذلك بتلاوة والاستماع إليه وحفظه وتدبره والعمل به. أيضا عزيز الطالب، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقرأ القرآن الكريم قراءة مرتلة كما أنزله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عزيز الطالب ننتقل إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة المنورة. قبل الهجرة النبوية الشريفة كانت تسكن المدينة المنورة مجموعة من القبائل العربية إضافة إلى اليهود، وعند هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كتب وثيقة المدينة التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع. أيضا هنا عزيز الطالب سنتطرق إلى الحقوق التي أقرتها الوثيقة ليهود المدينة المنورة. أيضا هنا أيضا ننتقل إلى درس المعاملات التي يحتاج إليها الناس في درس البيع، وهي المعاملات التي يحتاجها الناس في حياتهم لتأمين حاجاتهم. ثم ننتقل إلى درس علامات الوقف، وهي وقوف قارئ القرآن الكريم على مواضع علامات وقف التلاوة يؤدي إلى تمام المعاني القرآنية، وهي في القرن الثالث الهجري وضع علماء المسلمين علامات لتسهيل تلاوة القرآن الكريم وسميت بعلامات الوقف، وهي ذات أهمية كبيرة في تسهيل القراءة وفهم الآيات. من أهم هذه العلامات عزيز الطالب هي علامة الوقف الجائز على كون الوصل، وعلامة الوقف الجائز على كون الوقف، أيضا علامة الوقف الجائز وعلامة تعانق الوقف. أما أهداف هذه الوحدة عزيز الطالب، في نهايتها سيتمكن الطالب من أن يبين معاني ومفردات جديدة من الآيات الكريمة، يميز بين مفهوم التفخيم والترقيب بمعرفة حروف كل منهما، يوضح أبرز الحقوق التي أقرتها الوثيقة ليهود المدينة المنورة، وأيضا يستنتج الدروس والعبر المستفادة من حسن معاملة النبي لليهود. أما ربط هذه الوحدة مع المواد الأخرى، ترتبط هذه الوحدة مع الثقافة المالية التي تحتاج لمكونات أساسية الشبكة وبرمجيات التجارة الإلكترونية والأجهزة والموارد البشرية. أيضا ترتبط هذه الوحدة أعزائي الطلاب مع تكنولوجيا المعلومات التي من خلال المصادر التي ستعود لها أثناء البحث وعمل الوحدة، ومن خلال مشروع الوحدة الذي سيقدمه الطالب، فهو يحتاج إلى جمع المعلومات وترتيبها بالرجوع لمصادر موثوقة. أيضا ربط هذه الوحدة مع الفقه، موافقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يزرع اليهود الأرض مقابل أن تصف ثمارها دليل على مشروعية المزارعة. وما معنى المزارعة؟ هي اتفاق بين طرفين يسلم صاحب الأرض بموجبه أرضه الصالحة للزراعة لمن يزرعها على أن يكون له نصيب من نتاجها كالثلث أو الربع. أما مشروع هذه الوحدة عزيز الطالب، سيقوم الطلاب بعمل لوحة تتعلق بصور عناية الإسلام بالمرأة، حمايتها من العنف ومنع التعرض لها بأي شكل من أشكال العنف، وموقف الإسلام من العنف ضد المرأة، وتشريعات الإسلام المتعلقة بحماية المرأة من العنف، على أن تراعي أثناء العرض ما يلي: أن يكون العرض في حدود 5 دقائق متحدثاً باللغة الفصيحة، أن يكون عدد أفراد المجموعة 3 فأقل، ومصادر تعينك على في إعداد هذا المشروع. إذن المشروع عمل لوحة تتعلق بصور العناية، وهي عناية الإسلام بالمرأة، حمايتها من العنف ومنع التعرض لها بأي شكل من أشكال العنف. أيضا تتحدث عزيز الطالب عن موقف الإسلام من العنف ضد المرأة، وتشريعات الإسلام المتعلقة بحماية المرأة من العنف،
على أن تراعي أثناء العرض أن يكون العرض في حدود 5 دقائق متحدثاً باللغة الفصيحة، أن يكون عدد أفراد المجموعة 3 فأقل. وهناك أيضاً عزيزي الطالب ستكون أمامك مجموعة من المصادر، وهذه المصادر تعينك في إعداد أما ربط هذه الوحدة مع رؤية ورسالة المدرسة، تحفز هذه الوحدة عزيزي الطالب على امتلاك العقلية الدولية المنفتحة بمناقشة قضايا تتشارك فيها الإنسانية، صور عناية الإسلام بالمرأة، ومناقشة ثقافات مختلفة ضمن تعدد بيئات العمل الموحد. رؤية المدرسة عزيزي الطالب تتمثل في رعاية المتعلمين مدى الحياة والمفكرين العالميين ليصيروا مواطنين مسؤولين يتمتعون بصفات قيادية وقيم عالمية، مع غرس الفخر في الهوية الثقافية للفرد. عزيزي الطالب، هلأ يمتلك الطالب في نهاية هذه الوحدة قيما عالمية مثل الهدوء، التحدي، والاكتشاف. هلأ قيم فهمك لموضوعات الوحدة واكتب عزيزي الطالب فقرة تتضمن إجابة عن هذه الأسئلة. ما هي الموضوعات التي درستها والتي تمنحك تعلما مستمرا مدى الحياة؟ ماذا تحب أن تضيف للوحدة من وجهة نظرك؟ لو أعدت تخطيط وحدتك، ماذا تضيف وماذا تحذف؟ أبرز وجهة نظرك عزيزي الطالب. إذن هنا ربط هذه الوحدة مع رؤية ورسالة المدرسة. تكمن عزيزي الطالب مهمة المدرسة في تزويد الطلبة ببيئة تعليمية تفاعلية مدمجة تحفز التحدي ضمن مجتمع دولي متعدد الثقافات، يركز على المناهج العالمية والتوازن النفسي للمتعلم، ويعزز العقلية الدولية، ويوفر العديد من الفرص والخبرات التي تساهم في تطوير المتعلمين. شاكرة لكم حسن تعاونكم واستماعكم أعزائي الطلاب.